نشر موقع مجلة نيوزلوكس الأمريكية مقالا افتتاحيا تحت عنوان الولايات المتحدة الأمريكية تشكر المغرب على مساعداته لغزة ودعمه لخطة بايدن. افتتحت المجلة الأمريكية مقالتها بالقول: في إعلان صدر مؤخرا، نقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن امتنان الولايات المتحدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمساهمات المغرب الإنسانية الكبيرة في غزة عبر محادثات هاتفية أجراها مع نظيره المغربي. واسترسلت المجلة تقول: خلال المحادثة أكد الوزير بلينكن على أهمية دعم المغرب لمقترح الرئيس جوزيف بايدن الذي يدعو إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة. كما أكد بلينكن أن هذا المقترح سيعود بالنفع الكبير على الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء، كما من المتوقع أن تسمح هذه المبادرة بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتمكين عودة النازحين إلى منازلهم وإطلاق جهود إعادة الإعمار الدولية. وعن تماهي الموقف المغربي الأمريكي حول الوضع في غزة، أكد المقال أن الوزيران اتفقا على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق لتعزيز السلام والأمن في المنطقة. كما سلطت هذه المحادثات الضوء على العلاقات الدبلوماسية القوية والالتزام المتبادل بالسلام بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية. واختتمت المجلة افتتاحيتها بالتذكير بالالتفاتات الإنسانية القيمة التي أقدم ويقدم عليها جلالة الملك تجاه الشعب الفلسطيني. صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يتولى منصب رئيس لجنة القدس كان قد أمر في وقت سابق بتقديم مساعدات غذائية إنسانية للسكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس، وهي المرة الأولى التي تصل فيها مساعدات إنسانية برا إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.